العمل الجماعي في اليابان. قوة اليابان إن يقدروا يتحركوا الناس هناك كمجموعات، حتى لو أنت في الشارع في اليابان في أي بلد، في طوكيو، في أوساكا، في كيوتو، هتلاقي وانت ماشي مجموعات مع بعض. نادر تلاقي واحد ماشي لوحده أو حتى اتنين ماشيين لوحدهم، نادر تلاقي واحدة أو اتنين ماشيين مع بعض، فقط تلاقي مجموعات ماشية مع بعضها. هما ماشيين في الشارع، اللي هيخش يمين تلاقي القطاع البشري ده متجه يمينا، واللي يخش شمال هتلاقي الزحف البشري ده متجه يسارا. ممكن تلاقي بالعشرين تلاتين شاب أو شابة بتلاقيهم موجودين في مكان واحد ماشيين مع بعض. فكرة الجماعة فكرة أساسية، فكرة الفريق فكرة أساسية في اليابان، والجماعة أو الفريق هو سر كبير جدا في نجاح الإمبراطورية اليابانية. يمكن في مصر العكس، وكان الشاعر العظيم حافظ إبراهيم بيقول: ما أعجب المصريين، تكمن القوة في أفرادهم ويكمن الضعف في مجموعهم. يعني كل مصري لوحده ممتاز، تجمع بقى المصريين مع بعض مش شرط يكون النتيجة ممتاز. اليابانيين العكس، كل ياباني لوحده أقل من أي مصري، لكن مجموعة اليابانيين مع بعض أقوى من المصريين مع بعض. فإحنا الخلل اللي عندنا هو العمل الجماعي، إزاي ممكن نكون كلنا مع بعض وتتراجع النفسنا، تتراجع الأحقاد، ونتعامل كفريق كما يتعامل الشعب الياباني. فكرة لطيفة جدا أو مقطع طريف جدا بثته وكالات أنباء مختلفة. فريق كرة سنوي بيلعب مع فريق تاني، لكن هي دورة مباريات كرة قدم رسمية. الفريق المدرسة السنوي إدى نموذج للعب بالمدرسة اليابانية، يعني هدف نادر إنك تلاقيه في أي مباراة لكرة القدم، هنشوفه بعد قليل. قبل ما نشوفه هنركز إزاي فكرة العمل الجماعي. هتلاقي اللاعب الشاب اللي بيشوط الكرة قدامه زملاء اللاعبين واقفين حائط سد قبل ما يشوط الكرة، وبعدين بينزلوا بطريقة كأنها سيمفونية، يعني المواقع الدولية قالت أنها أوركسترا، نازلين كأنها سيمفونية في لحظة واحدة، كأن في حد اتك بالريموت على اللعيبة، ده يشوط دول ينزلوا، الكرة تعدي تدخل في مرمى الخصم. ده مش بس هدف جميل أو مثير جدا للانتباه، إنما ده نموذج للحياة اليابانية القائمة على أوركسترا وطنية جماعية. ゴールキーパーからすればやっぱりゴールが見えなかったんでしょうね。まだ低空で素晴らしいゴールでしたね。後半の2分、昨日練習していたセットプレー見事にはまりました。セットプレーでしたが、雨が3枚でこう移動しながらシュートなんて、ゴールキーパーからすればやっぱりゴールが見えなかったんでしょうね。まだ低空で素晴らしいゴールでしたね。